بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة في انخفاض تدريجي في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم بتتراوح من 4 ل 5 درجات مئوية. وطقس النهاردة هيكون مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومائل للدفء على شمال الصعيد، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل والصبح بدري كمان هيكون الجو شديد البرودة على معظم الأنحاء. في النهاردة أمطار متوسطة هتكون غزيرة بالليل على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ده على فترات متقطعة. أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بتكون خفيفة بالليل على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، بقد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى. في كمان نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، بتكون مثيرة أحيانا للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، ده على فترات متقطعة أيضا. تفاصيل أكثر عن حالة الطقس معانا على التليفون دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على اهلا بحضرتك. الناس قاعده تقول هو فين الشتاء، ده احنا في اغسطس ولا ايه؟ الشتاء جالهم النهارده اهو، ممكن يعني حضرتك كنت بتقولي امبارح يمكن هيمتد معانا الاجواء الشتويه دي لحد نهايه الاسبوع، بس عايزين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده. بالفعل طبعا طبقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه، يمكن احنا نوهنا ان بدايه من اليوم هتبدا مصادر الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا تختلف، بعد ما كانت الكتل الهوائيه الصحراويه هتتحول لكتل هوائيه شماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط. الكتل دي منخفضه بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، كمان هيكون موجود عندنا امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، ده هيعمل على سحب المنخفضه والمتوسطه، عشان كده بدايه من اليوم هنبدا حاله من عدم الاستقرار في الاحوال الجويه، خاصه اليوم هتكون في غرب البلاد، ومع بكره الثلاثاء ان شاء الله تشمل باقي انحاء الجمهوريه. اليوم متوقعين يكون في انخفاض في قيم درجات الحراره على اغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. الانخفاض ده هيكون بمعدل من 4 إلى 5 درجات عن امس واول امس، لان احنا بالامس مسجلين عظمه على القاهره الكبرى 26 درجه مئويه. اليوم متوقع خلال فتره النهار تكون العظمى على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، فبالتالي في انخفاض هنحس بيه في قيم درجات الحراره. مع انخفاض قيم درجات الحراره كمان هيكون في نشاط للرياح، طبعا تساقط امطار. بالنسبه لنشاط الرياح اللي هيكون موجود معانا اليوم، يمكن ده اول عنصر في الحاله الجويه، سرعات رياح هتتراوح ما بين 30 الى 40 كيلو متر على الساعه. نشاط الرياح ده ممكن يؤدي الى اثاره الرمال والاتربه خاصه في الاماكن المكشوفه، يمكن موجود في معظم محافظات الجمهوريه. الاماكن اللي ظهر فيها بشكل كبير، الاماكن المفتوحه ممكن ده يؤدي لاثاره الرمال والاتربه. نشاط الرياح كمان اليوم هيؤدي لاضطراب شديد في حركه الملاحه البحريه. بالنسبه لنشاط الرياح ده هيأثر بشكل كبير على مرضى الجيوب الانفيه، ولا هو فترات متقطعه ومش هنحس بيه بشكل كبير؟ لا، هو هيكون محسوس خاصة مع فترة الظهيرة، يعني مع فترة الظهيرة هنحس بنشاط رياح، ممكن لو أنا موجود في أماكن مفتوحة وليها ظهير صحراوي أو المدن اللي ممكن أحس بالأتربة والرمال المشرفة، يأثر طبعا على مرضى الكتلة الصدرية والجيوب الأنفية، خاصة كمان في محافظات شمال الصعيد، لأن سرعات رياح في المناطق دي هتكون أعلى. كمان زي ما بننوه إن نشاط رياح يؤدي لاضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط، ارتفاع امواج ما بين 3 إلى 4 متر، البحر المتوسط غير مؤهل تماما لكافه اعمال الصيد في الملاحه البحريه. العنصر الثاني اللي موجود معانا كمان اليوم هو الامطار، لان الامطار هتبدا اليوم امطار متوسطه على السواحل الشماليه الغربيه للبلاد، مطروح والاسكندريه، محافظات شمال الوجه البحري، الزفيره، قصر الدقهليه، تزيد عن المتوسط تظهر احيانا مع فترات المساء وساعات الليل، بالاضافه كمان الامطار خلال فتره المساء هتتقدم في بعض المناطق من محافظات السواحل الشماليه الشرقيه امطار خفيفه قد تكون متوسطه، ومع فتره المساء ايضا ممكن توصل امطار خفيفه في بعض الاماكن من جنوب الوجه البحري مدن القناه، وايضا مناطق متفرقه من القاهره الكبرى.
الامطار دي هتكمل معانا لبكره الثلاثاء كمان ان شاء الله، امطار متوسطه تغزر احيانا على اغلب المحافظات الساحليه، امطار خفيفه متوسطه في المحافظات الداخليه، وايضا القاهره الكبرى هيكون كمان لسه فيها فرص الامطار بكره امطار خفيفه. بالنسبه لاحساسنا للطقس خلال فتره النهار، نشاط الرياح اللي هيكون موجود هيخلينا نحس بمزيد من الانخفاض ومزيد من البروده، مع انخفاض كمان قيم درجات الحراره، فبالتالي في فتره النهار هنحس بالاجواء الشتويه المائله للبروده في المحافظات الشماليه، ده بالمائله للدفء المائله للحراره في المحافظات الجنوبيه، ده فترات النهار، فترات الليل كمان هيكون فيها انخفاض في قيم درجات الحراره واجواء شديده البروده في معظم محافظات الجمهوريه. الحاله الجويه دي هتكمل معانا لحد يوم الاربعاء، يعني تساقط الامطار ونشاط رياح وانخفاضات في قيم درجات الحراره مكمله كمان معانا اليوم الاربعاء، يمكن اللي هيستمر معانا للاسبوع اللي جاي هو انخفاض قيم درجات الحراره، واللي هيزيد كمان خلال الايام اللي جايه. يعني احنا بنقول النهارده عظمه على القاهره الكبرى 20 درجه مئويه، مع نهايه الاسبوع هتوصل ل 18 درجه مئويه، فعشان كده بنأكد 18 درجه مئويه، فعشان كده احنا بنأكد ان الاجواء الشتويه مستمره، يعني حاسه الملابس. أيه. بالظبط. الو، ايوه انا مع حضرتك، يعني حضرتك بتقولي كمان ان احنا مستمرين والانخفاض مستمر معانا كمان وهتقل عن كده في مع نهايات الاسبوع درجات الحراره، يعني الناس اللي كانت بتسال على الاجواء الشتويه فين اهي موجوده اهي. بالفعل هنحسها تدريجيا خلال الايام اللي جايه بامتياز، فلازم ناخد بالنا من نوعيه الملابس، ملابس شتويه على مدار اليوم، شتويه ثقيله فترات الليل متاخر فترات الصباح الباكر، المحافظات المعنيه اكثر بسقوط الامطار خاصه المحافظات الساحليه لانها اكثر تاثرا بالمنخفض الجوي للامطار، نبتعد تماما عن اعمده الاناره، اشياء الكهرباء، الواقي الاعمال المعدنيه الموجوده في الشوارع، مباني المملكه، ده طبعا اثناء سقوط الامطار، القياده تكون بالحكام على اغلب الطرق، مرضى الحساسيه الصدريه والسيوف الانفيه لازم نرتدي الكمامات ده واحنا خارجين النهارده. صحيح. وطبعا لازم يبقى في متابعه مستمره للنشرات. اكيد. وبنتمنى ان حضراتكم تكونوا تم التنسيق مع المحافظات اللي هيكون فيها امطار غزيره او كمان الاجواء هتكون غير مستقره علشان نراعي اي مشكله ممكن تحدث هناك. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو المركز القائم بهيئه الارصاد الجويه على المتابعه اليوميه معانا في برنامج صباح الخير يا مصر لحاله الطقس. خلونا بقى نتعرف معاكم دلوقتي على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبداها معاكم من القاهره العظمى 20 الصغرى 15، العاصمه الاداريه 21 14، الاسكندريه 20 14، العلمين الجديده 20 14، مطروح 18 12، دمياط 21 15، بورسعيد 21 15، اسماعيليه 22 14، السويس 21 15، العريش 21 14، كاترين 18 3، طابا 24 13، حلايب 25 18، شلاتين 28 17، شرم الشيخ 28 16، الغردقة 27 15، الفيوم 21 10، بني سويف 21 10، الوادي الجديد 25 7، أسيوط 22 8، سوهاج 23 9، قنا 26 11، الأقصر 27 10، وأخيرا أسوان 27 12. درجات الحرارة مستمرة في الانخفاض، عدم استقرار في الأحوال الجوية، في أمطار، في أتربة، خلي بالنا الكام يوم اللي جايين، ونحاول كده اللي ما عندوش حاجة ما يخرجش، خاصة مرضى حساسية الصدر والجيوب الأنفية عشان ما نتعرضش لنزلات برد قوية. هنرجع مرة تانية لبسنت عشان نكمل معاكم فقرة صباح الخير يا مصر. يعني الناس اللي كانت بتسأل على الشتاء والجو البرد، امبارح أول مبروك. يومين كانوا بيقولوا احنا في أغسطس ولا في يناير، فتمام أهو، مفيش أحلى من الشمس يعني. ميرسي ليك يا دينا، بنشكرك. شكرا لك.